بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة درس جديد وبرنامج جديد. البرنامج المشهور طبعا من مجموعة أوتوديسك 3D Max 2019. دي آخر نسخة نزلت في 3D Max. هشرح إزاي إن إحنا بنحمل البرنامج وواجهة البرنامج إزاي نتعرف عليها إن شاء الله. آدي البرنامج اتفتح معنا. في ملحوظة ان الجهاز اللي انا بنزل عليه البرنامج لازم يكون جهاز قوي ورامات عالية، يعني الخصائص بتاعة الجهاز تكون قوية عشان البرنامج تقيل. وعشان حاجة تانية مهمة جدا، الريندر. عم باجي اعمل ريندر للشغل اللي انا عملته، قوة الجهاز او الجهاز اللي عندي لو امكانياته عالية بيسرع لي في الريندر وبيسرع لي في الشغل اللي انا عملته. لو اقل بنلاقي ان الريندر ممكن يقعد لنا بالساعات. انا اشتغلت في البرنامج ده سنين، وكانت المشكله الاساسيه اللي كانت دايما بتقابلني بعد ما نخلص الشغل بيحصل مشكله في الريندر، ممكن اقعد يوم كامل عشان ارندر الشغل اللي انا عملته. فدي حاجه مهمه، ما تشغلش مع البرنامج برامج تانية، لان لو شغلت برامج تانية مع البرنامج ممكن يهنج منك الجهاز. يعني خلي شغلك على البرنامج ده، تفتحش معاه برامج تانية. زي ما احنا شايفين اول ما بتفتح البرنامج بيظهر لنا السكرين دي او الشاشة اللي موجودة عندي دي. الشاشة دي بتعرفني ايه هي اساسيات اللي موجودة في واجهة البرنامج. هو بيشرحها لي هنا، شرح لي الماوس ازاي ان انا بستخدمه. فوق هنا بيكتب لك العنوان الشرح اللي هو بيشرحه. دي طبعا بنتخطاها بنقفلها من فوق هنا. وده شكل البرنامج عندنا. قبل ما اشرح واجهة البرنامج هشرح ازاي ان انا حملت البرنامج. هنيجي نفتح اي متصفح على الانترنت. انا هنا فاتحه اكسبلورر او جوجل زي ما احنا عايزين. بنكتب اوتوديسك زي ما احنا شايفين كده. نعمل سيرش وبقول له student and educators وبدوس عليها. فتح لي واجهة الاوتوديسك زي ما احنا شايفين كده. ادي موقع اوتوديسك وبقول له free software. فتح لي الصفحة دي. دي كل برامج اللي موجودة على الاوتوديسك: مايا، اوتوكاد، ريفيت، 3D Max. احنا طبعا محتاجينه هنا 3D Max. هندوس عليه. عندي هنا اول حاجه لازم ان انا اعمل اكونت على الموقع. هو مش هيعمل لي داونلود من الموقع الا اذا عملت اكونت عليه. فلو عندي اكونت كنت عاملاه قبل كده بدوس على، بيقول لك اي هاف ان اكونت، وبدوس على ساين ان وبكتب له الايميل وبكتب له الباسورد وبدخل على الاكونت بتاعي على الموقع. لو ما عنديش بقول له كرييت اكونت، وهنا بيطلب الكانتري، وهنا بيقول لي educational وبقول له student. في الجزء ده بقول له student عشان يكون التحميل مجاني، وبكتب تاريخ الميلاد، الشهر واليوم والسنة. اهم حاجة عندي ان انا بطلب هنا student كويس، وبقول له next وبكمل الاجراءات بعد كده. هنيجي نرجع تاني. انا طبعا عندي اكونت على الموقع. بعد ما بعمل الاكونت بتاعي، هدخل انا على الاكونت بتاعي دلوقتي ثانيين. بعد ما بكتب الايميل والباسورد هيطلب مني كود، هو بيبعته لي على الموبايل. بكتب الكود من 6 ارقام وبقول له انتر كود عشان اقدر ادخل على الموقع واعمل تحميل للبرنامج. دخلت على 3D Max والتحميل. هنا هنتعلم فيرجن، بختار الفيرجن اللي انا عايزاه. هو بيقول لي عايزه ماكس 2016 ولا 17 ولا 18 ولا 19، اي حاجة انتوا عايزينها بتعملوها. انا اقول له 2019. operating system انا عندي الويندوز 64، واللانجويج طبعا حسب اللغة انا بختار اللغة الانجليزية كويس. وبقول له انستول، هو بيعمل لي انستول للبرنامج وبيتحمل على الجهاز. سهل جدا. بعد انستول سهل ان هو تحميل البرنامج.
هنرجع للبرنامج ونشرح الواجهة بتاعته. أول حاجة هنتكلم فيها اللي هي الورك سبيس، اللي هي مساحة العمل اللي موجودة عندنا. فهنا في السهم اللي فوق ده ديفولت، ودي دايما اللي احنا بنستخدمها، وفي Alt Menu and Toolbar. لو دوسنا على الأشكال دي، فمثلا هندوس على Alt Menu اتغير شكل مساحة العمل اللي هي الجزء اللي فيه الفيوبورد، اتغير خالص عندي، شايفين؟ اتغير بالشكل ده. لو جينا مثلا عملنا ديزاين ستاندرد، زي ما احنا شايفين اتغير شكل الشاشة خالص بالأوامر اللي موجودة فيها. فطبعا كل ده حسب الشغل أو المشروع اللي أنا بشتغله، بختار على أساسه الورك سبيس بتاعتي. احنا غالبا بنعملها ديفولت بالشكل ده. عندي الجزء اللي في الوسط ده اللي هو الشاشة بتاعتي، الشاشة اللي أنا بشتغل عليها. الشاشة دي متقسمة أربع أجزاء، أربع أجزاء اللي هم إيه؟ بيوريلي الشغل بتاعي في الفرونت وفي التوب وفي الليفت وفي البرسبكتيف اللي هو الشكل المنظوري، عشان أشوف الرسمة اللي أنا عاملاها أو المنظور اللي أنا عاملاه من جميع الجوانب عشان أتأكد إن هو مرسوم صح. هنيجي مثلا نرسم بوكس ونيجي نرسمه هنا كده اهو، فبيبينه لي في الفرونت هيبقى شكله عامل ازاي، في التوب عامل ازاي، في الليفت عامل ازاي. يبقى انا عندي هنا الشاشه بتاعتي متقسمه، او شاشه العمل بتاعتي متقسمه اربع اجزاء. حاجه صغر الجزء اللي عندي هنا ده كده عشان تبان لي الشاشه اكبر. ممكن اغير في شكل الشاشه ازاي؟ باجي عند الجزء اللي تحت هنا في الشمال، هو هنا بيقول لي متقسم اربعه، لا انا هدوس على السهم اللي فوق ده. زي ما احنا شايفين في اشكال للشاشه ممكن انها تتغير، ممكن انا اخليها شاشه واحده منهم او ثلاثه بالشكل الموجود ده او اربعه كده. طب نجرب، لو شاشه واحده هندوس عليها كده، جاب لي البوكس اللي انا رسمته في التوب، مكتوب عندي فوق هنا توب وعمله لي واير فريم. طيب انا ممكن اغير التوب ده اخليه بوتوم او فرونت او برسبكتيف، اي حاجه من الحاجات دي. يعني انا ممكن اغير التوب اللي موجود عندي بشكل تاني للشاشه، انا مثلا عايزه اشوفه في البوتوم، عايزه اشوفه طبعا هو عشان بوكس هيبان من جميع الجوانب نفس الشكل، فانا بدوس على الكلمه اللي مكتوبه هنا فوق ايا كانت توب او بوتوم او فرونت، وبغير للي انا عايزاه. بدوس عادي بالماوس بشمال الماوس وبيديني الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هو عامله لي واير فريم، انا عايزه اعمله شيدنج او فاكتس او اي حاجه من الحاجات دي. فمثلا لو عملته ديفولت ظهر لي بالشكل اللي احنا شايفينه. عندنا هنا الجزء اللي في اليمين اللي هو كوماند بانل، وده اللي بنستخدمه للرسم سواء كان جيومتري 3D، وبنضيف للفيديو بتاعنا لايت وكاميرا. الجزء ده كله هيتشرح بالتفصيل بعد كده. فانا عندي اول حاجه عندي هنا الجيومتري، واللي هي ظاهر فيها البوكس سفير سلندر، الاشكال دي اللي احنا ممكن نرسمها. لو انا دوست على اي شكل من الاشكال دي وجيت رسمت بوكس كده، رسمه لي ريكتانجل زي ما احنا شايفين. لما باجي بالماوس ارفع الماوس لفوق بيديني البعد التالت بتاعنا اللي هو الزد او الارتفاع، وبدوس تاني فبيديني الرسمه بتاعتي. ممكن ان انا اغير في اللينس بتاع الشكل اللي انا رسمته، الويدث بتاعه، الهايت بتاعه، من الموديفاي اللي موجودة عندي هنا أو البراميترز اللي موجودة عندي هنا. دي اللي أنا بغير بيها الأبعاد، ممكن أنا أعمله كيوب أو بوكس، بتغيير الأبعاد بتاعة الشكل اللي أنا برسمه من الجزء اللي تحت. لو رسمنا شكل تاني سفير مثلا كده أهو، رسمهولي بالشكل. عايز أغير اللون، بروح عند اللون اللي موجود عندي هنا وأعمله لون تاني وأقول له أوكي، بيغير لي اللون. فأنا هنا عندي دي أشكال موجودة. طيب
وممكن عندي ارسم 2D، ممكن ارسم 2D لاين مثلا، بدوس بالماوس واشيل ايدي لو انا عايزه اعمل خط مستقيم، اشيل ايدي وبعدين بعمل اللاين، بدوس على النقطه اللي انا عايزه اعمل فيها اللاين اكمله، ولو انا عايزاه اعمله كيرف بدوس عليه وبفضل دايسه على الماوس فبيرسم لي كيرف زي ما احنا شايفين كده اهو. لو انا مش عايزه كيرف بشيل ايدي من على الماوس وبروح للنقطه اللي انا عايزاها الثانيه للخط وبدوس عليها كده، بخلص بدوس على اسكيب من الكيبورد. في عندي سيركل، اليبس، ارك زي ما انا عايزه برسم من هنا، وبرده في هنا التعديلات اللي انا ممكن اعملها على اي شكل رسم انا عايزاه. بعد كده في اللايت والكاميرا، الحاجات دي كلها هنتعرف عليها لما نيجي نشرح البرنامج بالتفصيل. الجزء اللي عندي فوق ده اللي هو التولز، التولز اندو ريدو، عندي الحاجات المهمة في البداية ان احنا نعرفها. موف اللي هي العلامة اللي موجودة عندي هنا، موف ممكن ادوس على الشكل واعمل له موف زي ما انا عايزة اهو. في عندي روتيت، وفي عندي ممكن ان انا اغير في السكيل بتاع الرسمة، اكبر واصغر فيها حسب الواي والاكس زي ما انا عايزة. يبقى دول ثلاث اوامر من الاوامر المهمة، وبرضو هنتعرف على بقية الاوامر مع شرح البرنامج. الجزء اللي عندي في الشمال ده جزء مهم جدا، الجزء ده اللي هو اللاير او الاشكال اللي انا رسمها هنا هو بيجيبها لي هنا، يعني هو كاتب لي هنا البوكس عشان انا دايسة عليه فظهره لي في الجزء ده. لو انا عايزة اللاين بدوس عليه كده فبيبان لي ان هو دايس على اللاين، السفير نفس الكلام هو مقسمها لي كلاير موجوده. طب انا عايزه اقفل اللاير دي بدوس على العين اللي موجوده هنا قفل لي الشكل اللي موجود، نفس الكلام لبقيه الحاجات. لو انا مش عايزه اللاين بدوس عليه بقفله، عايزه ارجعها تاني بدوس على العين برجعها تاني. طيب انا بشتغل مشروع كبير او فيه رسومات كتيره وعايزه ما يحصلش تغيير في جزء منها، فبعمل ايه؟ بدوس على فروزن اللي موجود عندي هنا مثلا وبقول له البوكس ده انا مش عايزه يحصل فيه اي تغيير، انا مثلا لو حصل اي غلطه او حصل تغيير في الشكل ما يغيرليش فيه الجزء ده. يبقى الجزء ده مهم عندي بالنسبه للبرنامج. تحت عندي هنا التايم لاين، شريط التايم لاين وبعض الاوامر الخاصه بالزوم مثلا، لو انا عايزه اعمل زوم بدوس عليها كده وبقره الماوس بقرب وببعد كويس. وفي عندي بان لو انا عايزه احرك بالايد كده، وفي عندي هنا بلاي دي خاصه بالانيميشن بتاعت لما بخلص الفيديو فبشوف الفيديو بدوس بلاي بيبين لي الأشكال اللي موجودة عندي إزاي بتتحرك. ده كده شرح سريع لواجهة البرنامج، إن شاء الله هنكمل في الدروس اللي جاية، بس ادعولي بس إن الجهاز ما يهنكش مني. يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس النهاردة. إذا عجبكم الدرس لايك وشير وسبسكرايب من أسفل الفيديو وتفعيل الجرس، ده بيفيدني في إن أنا أستمر معاكم في القناة. زوروني في الدروس القادمة، أستودعكم الله عز وجل.